خوتي خواتاتي في الله، واحد السلام عليكم. فيديو جديد واخبار جديده. خوتي كالعاده اجيو تسمعوا رضا ولد الشينويه اللي ما خلى في الدنيا بطمه والعائله ديالها من ا حتى لزد غير اللي نسى. قبل ما نبدا معكم الفيديو كالعاده ما تنساوش غادي نخلي لكم الفيديو ديالو وغتسمعوه بودنيكم اشنو اللي قال على تريكه الحباسه. هذا هو الكلام اللي هو قال. المهم خليكم متزابيوش وغادي تسمعوا بودنيكم اشنو اللي قال وشنو اللي خلى رضا ولد الشينويه يطلع بهذا الفيديو ويشرشمهم بالمزيان. قبل ما نبدا معكم الفيديو كالعاده الكل والتفاصيل، ما تنساوش اللي غيمر بالصدفه يضغط على الزر الاحمر والجرس باش يتوصل بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم لتحت، لايك جزاكم الله خيرا. رضا ولد الشنويه خلى دنيا بطمه ما خلى فيها غير لنسى، عفوا الاخت ديالها، ايضا العائله ديالها، يعني شرشمهم وبالمزيان. غادي نخلي لكم انا الفيديو وسمعوا وردوا عليا لتحت في التعليق اشنو بان لكم في هذا الكلام اللي هو قال ونرجع معكم. ما دارش عليكم العام سي، ولكن ان شاء الله قريبا غتمشي الاخرى الكوني عما قريب. ويلكم باب السجن ينادي، عما قريب ان شاء الله غتمشي تضرب اختك الحبس كما ضربتي انتيا، فهمتي يا الفاشيله؟ تتبغي ديري فيها العفه والجمال سيري شري عضرك الى اللي تكاريه تدوي عليك انت يا موسى الشمكار. اما هذيك اللي قالت لك انا مصممه واعره وقاده، انت يا غا متملقه، انت فاشله، انسان الزيف بنهار والليل هر الزقدق، خبار في راسك. راه ديك النهار فلونة بقيتي تتقيي في الشراب تزيتي على عين كفاك، ما تبقاوش ديروا العفة. وهذيك اللي قلتي تتملق عليهم، أنا نهار تلاقيت معاهم وهما اللي كبروا بيا وبركوني معاهم في الطبلة، راني كبرت بهم وصفت لهم جوج سناسل ديال الذهب وصفت لهم التواب وصفت لهم بوكس ديال الكمبودي ديال العود، مليون ونص ديال العود، فهمتي؟ انا مشيت متملق وهي اللي تدوي معايا في الانستغرام وهي اللي تتهضر معايا، وانت حدك لو بغيتي نصور لك نصور لك. واعره انت وهذيك اللوبيا ديال مرتك، راجلك مرتك، نقول لك مرتك، حيت هو لوبيا راه خاص اللي يوراك عليه، هو غوز معروف عليه، راه الكوار كاملين دار عليهم اكيد، فهمتي؟ احبيبه الحباسه إلا كانت هذيك اللي تتلبسك دوك الجلال بالفاشيلين ديال 350 درهم تتقول لك أنا غندير الجلابة ديال مليون، ليلي حيه تتوصل للخياطات، واش عمرني ما تشوف شي وحدة ستيليس تتقول لك أنا خياطة واعرة لحس الكابة تتلحس الطراب اللي تتمشيو عليه؟ ما يمكنش.